دكتور صمت سكوريوس سبينال سيرجن. ست نورهان بالانترناشونال اوفيس مديرة الدائرة الأجنبية بالمستشفى فيا ميديكال بارك فلوريدا. One of them in Ibn Sina, it's in temporary position because without any benefit, there's no neuro surgery there. Çok enteresan. Yani şey de başvuru ikisi de kalmış. اليوم قمنا باستقبال وفد قادم من مجموعة مستشفيات ميديكال بارك التركية. قمنا بإجراء زيارات متعددة إلى كثير من الأقسام في دائرة صحة نينوى كقسم طب وجراحة القلب وقسم مركز العيون التخصصي، والآن نحن في مستشفى الحدباء التخصصي الخاص بأمراض الدم وزرع نخاع العظم من أجل الاطلاع من قبل الوفد الزائر على الإمكانيات المتوفرة في المؤسسات الصحية من أجل إكمال عملية الاستخدام والبدء بإجراء التداخلات الجراحية، إضافة إلى توفير كافة المستلزمات التي يتم طلبها من قبل الوفد التركي الزائر من أجل تيسير العمل وجعله جاهزا خدمة لأهل محافظة نينوى والمحافظات الأخرى، تيسيرا لأهلنا وناسنا، وبدل أن يسافروا عن طريق الوزارة أو عن طريق المحافظة إلى الدول المجاورة، قمنا بهذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة الصحة قسم الاستخدام والإخلاء الطبي باستخدام خلينا نقول اختصاصات دقيقة لإجراء هذه التداخلات. أورتوبيدي سيرفيسinden geliyorum. أورتوبيدي uzmanıyım. Özellikle olarak omurga cerrahisi yapıyorum. من قبل زرت أكثر من محافظة بالعراق من ضمنها بغداد وأيضا كربلاء، وجرينا أكثر من عمليات. اليوم أتاحت لنا الفرصة وزارة الصحة وأيضا مع التنسيق مع مديرية الصحة محافظة نينوى لزيارة هذه المدينة. طبعا كمحافظة نينوى كلش يعني سمعنا كثير عن الأحداث اللي صارت. اليوم إحنا متواجدين ما شاء الله خلال فترة زمنية كجهود المحافظة ومحافظة نينوى نجحوا بأشياء كبيرة جدا، إن شاء الله نتمنى لهم نجاح آخر. من ناحية اختصاصي كعمليات إن شاء الله راح كتقييم كمستشفيات على مستوى جيد وعالي، إن شاء الله في قادم الأيام راح ندخل في ضمار العمليات وأيضا التحدث عن العمليات للأطفال اللي هي أكثر الحالات يعانوها اللي هي جنف العمود الفقري. إن شاء الله في قادم الأيام راح نكون متواجدين ونخدم أطفال العراق وأيضا أطفال محافظة نينوى. Musul'a ilk defa geldik. Buradaki hastanelere bakmak ve buradaki hastalara faydalı olmak için ortopedistimiz pediatrik AVC متواجدين في اختصاصات مختلفة مع أطباء وخبراء في عمليات جنف العمودي وأيضا لزراعة القرنية ولزراعة النخاع للأطفال وأيضا للعمليات المعقدة والصعبة القلبية للأطفال. إن شاء الله نحن راح نقدم فد خدمة كبيرة جدا مع التعاون مع الكادر العراقي المميز لأطفالنا لناسنا في محافظة نينوى. نحن كمجموعة مستشفيات ميديكال بارك MLP كير قدمنا إلى محافظة نينوى إلى مدينة الموصل للهدف الأساسي هو لزيارة مستشفيات محافظة نينوى. أيضا كان عندنا هدف أنه اختصاصات معينة واختصاصات نادرة داخل المحافظة من ضمنها زراعة نخاع العظم للأطفال، وأيضا عندنا زراعة القرنية لأمراض العيون وأيضا لجراحة القلب للأطفال وأيضا عمليات السكوليوزيس. أيضا اليوم ككادر إداري وككادر طبي تندمج هاي الخبرات في الهدف منها لإجراء هذه العمليات لأطفال العراق وأيضا لأطفال محافظة نينوى. وكشكل عام بشكل عمومي اليوم أكملنا 5 مستشفيات على الأقل. كان ككادر أنقل لكم أنا ليس طبي ولكن الأطباء
الكادر اللي معنا كانوا كل جيدين من ناحية الاستاف، من ناحية غرف العمليات، من ناحية أنه هل تجرى العمليات داخل المحافظة، أيضا أشادوا بهذا الإنجازات الموجودة، وأيضا كوفد لأول مرة يزور محافظة نينوى، وكانوا وأيضا معجبين في وانطباع جيد حول كمحافظة وكنسبة الإعمار وبعد أيضا الخراب اللي حدث في المحافظة.